ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبه الجميله فاطمه قنيبر. بس قبل ما نبدا، اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك بسرعه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونكمل قصتنا. انا عارف يا بنتي ان غلطت لما جوزتك الوحش ده، بس يا بنتي انت لازم تهربي. بصيت له فرح وكمل كلامه وقال: ايوه يا بنتي، انفدي باللي في بطنك وروحي المكان محدش يعرف يوصلك فيه، هنا مش امان ليكي خالص. عايزني اهرب يا بابا؟ ايوه يا بنتي، انا خايف عليكي منهم، دول ناس قلوبهم سودة. لا يا بابا، انا مستحيل اهرب، البني ادم ده دمر حياتي وامي ماتت بسببه. بعد ده كله امشي؟ لا، لازم اعلمه الادب، لازم انتقم منه على كل اللي شفته بسببه. انت يا بنتي مش قده ولا قد ابوه. ما تخافش عليا يا بابا، بنتك هتاخد حقها بنفسها. وبعد شويه دخل عليهم سالم ومعاه فارس واتكلم وقال: يلا يا فرح، عشان الدكتور عمل لك اذن خروج. فخرجت فرح معاهم وودعت ابوها وراحوا مع بعض للقصر اللعين زي ما سمته. وبعد شوية وصلت للقصر ولقت ست في سن الخمسين وظاهر على وشها الغضب جدا وكأنها بركان وقاعدة جنب رندا. فدخلت فرح وهي بتتسند على سالم وجنبهم فارس، وجري فارس للست دي وحضنها وهو بيقول بفرحة: وحشتيني قوي يا عمتي، ياه لسه حلوة زي ما انتي. وانت كمان وحشتني يا فارس، لسه بكاش زي ما انت. قالت كده وبصت لأخوها بغضب وحس سالم بالنظرات دي واتكلم بصوت عالي: فارس تعالى اسند مراتك وطلعها اوضتها، وهي صغيرة ما تطلع لوحدها. اظن سمعت انا قلت ايه. وتوجه فارس لفرح وشالها وهو غضبان منها. اما فرح فكانت حاسه بالخوف بسبب اقترابه الشديد منها، ووصل بيها للاوضه وفتح الباب برجليه ودخل ورماها على السرير بانزعاج كبير. فاتكلمت فرح بألم وقالت: ايه انت ما بتفهمش؟ بتقولي ايه؟ ما سمعتش. بقول انت ما بتفهمش، قالت كده وهي بتتظاهر بالقوة. فاتكلم فارس بغضب شديد ومسكها من شعرها وقال: انت شكلك عايزة تتربي وانا اللي هربيكي، ابعد ابعد عني يا حيوان. وكان فارس هيهجم عليها للمرة التانية، ولكن افتكر تحذير والده وبعد عنها وراح للحمام عشان يغير هدومه. فاتكلمت فرح في نفسها: يا رب خليك جنبي، يا رب يا رب قويني عشان اقدر انتقم من الوحش ده. وبنروح لعند سالم اللي قاعد مع اخته وهو بيقول لها: مالك يا بهية، جاية بشرك علينا ليه؟ ايه اللي سمعته من رندا ده يا سالم؟ ازاي تتجوز ابنك لبنت احمد؟ انت ناسي ازاي ابوك كان بيعاملنا باسوأ معاملة بسببه؟ ولا انت بتعمل كده عشان حبيبة القلب؟ تعالوا بقى نتعرف على بهية. بهية عز الدين، توأم سالم، قلبها أسود وحقودة جدا. اتجوزت رجل أعمال كبير في السن وسافرت معاه لأستراليا وعاشوا حياتهم هناك وخلفت منه بنت وولد. وبعد فترة مش طويلة جوزها مات وعاشت هي وأولادها برا ومحبتش الرجوع لمصر وبتيجي زيارات بس. وبنرجع تاني لعند سالم وهو بيرد عليها بغضب وبيقول: بهية الزمي حدودك وما تحشريش مناخيرك في اللي ملكيش فيه، وانتي جاية تقعديلك يومين اقعديهم وانتي ساكتة، وبعدين اتكلي على الله وسافري لعيالك تاني. بقى كده يا سالم بتعاملني بالطريقة دي عشان حتة مفعوصة ولا راحت ولا جت، وبيننا وبين ابوها عداوة من سنين؟ انا بقى عايز اعرف اللي وصلك دي مين وبنتي مين، ووصلك ابني عمل فيها ايه؟
عادي، الكل بيغلط وابنك غلط، بس مش تروح تجوزه للبنت اللي غلط معاها. تفكيرك كان فين وقتها؟ بصي انا طالع اريح في اوضتي، سلام. قال كده بنفس صبر، وبعد ما مشي جت رندا وهي بتقول: شفتي حركات اخوكي؟ مش قلتلك مش هتعرفيه خالص؟ معاكي حق، بسبب البت دي اخويا اول مرة في حياته يتكلم معايا كده. ده كان هاين علي يطردني برا القصر، بس والله لا اوريكي هعمل فيكي ايه يا بنت نادية. وفي المساء اجتمع كل اللي في القصر على السفرة للعشاء ما عدا فرح، فاتكلم سالم وقال: فارس فين مراتك؟ ما نزلتش تاكل ليه؟ معرفش. وهي تقعد معانا على السفرة ليه؟ فنادى سالم على احد الخدم عشان ينادي على فرح، وبعد شوية نزلت فرح وقال لها سالم: بص يا فرح يا بنتي، خلاص القصر ده بقى بيتك، يعني تنزلي على طول على السفرة وما تستنيش حد يناديكي، يلا قعدي جنب جوزك. وقعدت جنب فارس وقصاد بهية اللي بصت لها بنظرات شر. مش عارفة يا رندا، أحس بخنقة في صدري كده. رندا وهي عارفة قصدها ردت: معلش أصل الجو القصر بقى خنقة خالص. أنا خارج يا بابا، مفيش خروج وسهر تاني للصبح. هو أنت عايز تحبسني؟ كلامي ما يتكسرش ويتنفذ. قال كده سالم بصوت عالي وهو قايم من مكانه عشان يخرج، وبعد ما خرج بص فارس لفرح بنظرات مليانة بالشر، وقام وشدها من دراعها وجرها وراه. فقالت فرح بغضب وهي بتحاول تبعد ايده عنيها: سيب ايدي سيب ايدي بقولك. وفي الوقت ده كانت بهية ورندا مستمتعين جدا باللي بيحصل قصادهم، وقام فارس بشدها للأوضة ورماها بقوة على الأرض وقال بغضب وهو بيطلع سيجارة وبيولعها: بقى انتي بسببك حياتي تتشقلب كده، انا بقى هعرفك انا بقى مين. وقرب منها فارس وفرح في نفس الوقت بتحاول تبعد عنه، لحد ما اتخبطت بظهرها في الحيطة اللي وراها، فاتأكدت بان مفيش مفر منه، وفضلت تترعش وتبكي وتتوسله وهي بتقول: ارجوك ارجوك ابعد عني، انا مستعد اعملك اللي انت عايزه، بس ابعد عني بالله يا فارس، ابعد عني انا بنت عمك. اما فارس فمش مهتم بكلامها ولا حتى توسلاتها، وبص رقبتها البيضة وصدرها الناعم، وطلع السيجارة المولعة من بقه ووضعها على جسمها عشان يحرقها. فصرخت فرح بكل ما فيها، صرخت من شدة الألم اللي حست بيه، وقام فارس وجاب مقص ومسك شعرها بمنتهى الشر والغل وقال: شعرك طويل وجميل قوي يا فرح، بس يا خسارة. قال كده وقص شعرها فعلا، وفضل يضحك بصوت عالي وهو بيقول: مش انا يا فرح اللي واحدة زيك تخلي ابويا يقلب عليا ويحرمني من الورث بسببها. اقسم بالله لو ابويا عارف باللي عملته فيكي، المرة الجاية مش هولع في جسمك بسيجارة بس، لا هولع فيكي ببنزين، وانت عارفة اني اقدر اعمل كده. قال كده بتحذير ليها وخرج من الاوضة وسابها تبكي على حالها واللي عملوا فيها. فضمت فرح وشها بايديها وفضلت تبكي وتصرخ وتدعي ربها وتقول: يا رب يا رب ماليش غيرك. وقربت فرح من شنطة هدومها وفتحتها وخرجت الهدوم الملطخة بالدم، واللي هي نفس الهدوم اللي كانت لابساها يوم الاعتداء عليها وكانت محتفظة بيها. فحضنتها فرح وفضلت تبكي وهي بتفتكر كل اللي حصل ليها يوم الاعتداء، وقالت وهي بتصرخ بهستيريا: انت فين يا ماما؟ سبتيني لوحدي ليه؟ سبتيني في الدنيا الوحشة دي ليه؟ ومشيتي ليه؟ ما كنت خدتيني معاكي.
وفي لحظتها افتكرت فرح إزازة السم اللي كانت شايلها وبصت لها وقالت: شكلي هستخدمك خلاص، أنا لازم انتقم لنفسي ولشرفي. وبنروح لمكان بعيد في أستراليا، في أحد المقاهي كان قاعد شاب مع بنت في كافيتيريا وهم بيتكلموا وبيقولوا: قلتلك 100 مرة يا ساندي أنا مستحملش تصرفاتك الطايشة دي، المفروض حضرتك تفهمي إنك خلاص اتخطبتي وتبقي عقل عن كده. وأنا مش هتغير يا منير، أنا بحب تصرفاتي وما بعملش حاجة غلط، وكمان لازم تبقى متحضر عن كده، إحنا في بلد أجنبي يا ابني ولازم نعيش زي ما أهل البلد هنا عايشين. أبقى open mind وأوافق إن خطيبتي تسافر مع شباب وتسكن معاهم في نفس السكن، وكل ده عشان أظهر إني متحضر؟ دول مجرد فرنس وإنت عارف كده، وكمان إحنا رايحين ندرس مع بعض. طب لو قلتلك إني مش موافق على السفر ده يا ساندي؟ قلعت ساندي دبلتها ووضعتها قصاده على الترابيزة وقالت: خلاص يا منير، وأنا مش هضيع مستقبلي عشانك. قالت كده وأخدت شنطتها ومشيت، ومسك منير الدبلة ووضعها في إيده وفضل يبص عليها وبعدين شالها. وبعد شوية جاله اتصال دولي فرد وقال: ألو، إزيك يا خالو، أخبارك إيه؟ وحشني صوتك قوي. رد أحمد بصوت مكسور وهو بيقول: الحمد لله يا ابني، وإنت كمان. تعالوا بقى نتعرف على منير. منير عنده 32 سنة، دكتور مشهور جدا في أستراليا. أيوة هو ابن بهية، بس مش شبهها في أي حاجة. والدته ما بيهمهاش في الدنيا غير الفلوس وبس، إنما منير لأ، عايش عشان يساعد الناس وعشان يرضي ربنا، بس طبعه حد شوية وعصبي ومش بيحب الغلط ولا بيحب اللي بيعمله، وممكن يعمل أي حاجة عشان الخير وبس. كان خاطب وزي ما شفته من شوية فسخ خطوبته ومش زعلان عليها، لأن والدته هي اللي خطبتها له بسبب طمعها في ورثها من أهلها، إنما هو فما كانش فارق له أي حاجة وشايف إن ده هو الأحسن، وخصوصا إن جت منها هي. وبنرجع لمنير وهو بيرد على خاله وبيقول: في إيه يا خالو؟ صوتك متغير ليه؟ والبت فرح عاملة إيه؟ آخر صورة أنت كنت بعتها لي كانت عندها 12 سنة، زمانها كبرت دلوقتي وبقت عروسة وكمان مرات خالي، أخبارها إيه؟ أحمد وهو بيبكي: مرات خالك تعيش أنت يا منير. إيه؟ إيه الكلام ده؟ وإمتى حصل؟ ماتت من الصدمة يا ابني، ما استحملتش اللي وصلت له فرح. أنا مش فاهم حاجة، إيه اللي حصل؟ وفرح مالها؟ وحكاله أحمد كل حاجة وهو بيبكي على كل اللي حصل لبنته بسبب أخوه وابنه فارس. فرد منير بحزن وهو بيقول: ما تزعلش يا خالي، أنا هجيلك الليلة في أول طيارة وشوف أنا هعمل فيهم إيه. وبعد أيام كانت بهية ورندا قاعدين مع بعض، فتكلمت بهية وقالت: هي مقصوفة الرقبة اللي فوق دي هتفضل قاعدة لي في الأوضة كده، تنزل تاكل وتطلع وبس؟ ايه اللي في دماغي؟ سالم جوزك سافر عشان شغله؟ ايوه، يعني مفيش حد يحميها مننا. طب ابعتي الخدامة تطلع تنادي عليها وخليها تنزل تخدمنا بدل ما هي ملهاش لازمة كده. تصدقي فكرة؟ هبعت الخدامة تنادي عليها بسرعة. قالت كده رندا بابتسامة شريرة، وفعلا بعتت الخادمة الفرح وخبطت عليها الباب وقامت فرح وفتحت لها. فقالت لها الخادمة: ست فرح، ست بهية وست رندا عايزينك تنزلي لهم تحت. فرح وهي بتمسح دموع عينيها زي الأطفال عشان تخفي بكاها وقالت: حاضر، شوية ونزلة. ومشت الخادمة وقالت فرح في نفسها: يا ترى العقربتين دول عايزين مني ايه؟ وبعد لحظات نزلت لتحت
فقالت بهية: انت سنة على ما تنزلي. افندم كنتوا عايزيني في حاجة؟ ادخلي مع الخدم وحضري معهم الغداء عشان لما جوزك يرجع. بس انا تعبانة ومش قادرة اقف. انت لو ما دخلتيش دلوقتي هتشوفي وشي التاني. قالت كده بصراخ، فخافت فرح وراحت للمطبخ لان مفيش في ايديها اي حاجة تعملها، فلازم عليها تطيع اوامرهم. ودخلت المطبخ، ولكن جاتها فكرة، فده الوقت المناسب انها تستخدم ازازة السم. وفضلت فرح طول النهار في المطبخ وهي بتجهز الاكل مع الخدم، وبدون ما اي حد يلاحظها اختارت الطبق اللي هيكون لفارس. ولحظتها اتوترت، ولكن افتكرت كل اللي عاشت فيه من ألم بسببه وكمان فقدانها لوالدتها، فوضعته بدون ما تتردد. وبعد شوية دخلت بهية وقالت: خلصتي تحضير الأكل ولا لسه؟ خلصت. طب جوزك جه، يلا حطي الأكل على السفرة. وبالفعل وضعت فرح الأكل مع الخدم، ووضعت الطبق اللي فيه السم قصاد فارس، واتجهت بسرعة لأوضتها. ولكن نادى عليها فارس قبل ما تطلع وقال: فرح رايحة فين؟ أنا طالعة أوضتي. فرح اللي عاملة لك الأكل النهاردة يا فارس. طب تعالي يا فرح. راحت له بخطوات خائفة ووقفت قصاد فارس، ومسك فارس وشها بغضب وفتح بقها وهو بيقول: انت اللي عاملة الاكل ده، يبقى لازم تكوني اول واحدة تاكل منه. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه في بدايتها. يا ترى ايه اللي هيحصل تاني مع فرح؟ وهتاكل من الاكل اللي فيه السم ولا لا؟ ومنير فعلا هيكون طوق نجاة فرح وخاله من بين ايدين فارس وبهية؟ كل ده في حلقتنا اللي جاية بإذن الله. أتمنى تدعموني بلايك لو حابين القصة، لأن التفاعل ضعيف قوي، وشجعوني إن أستمر معكم باشتراك في القناة، وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات. بحبكم قوي، مع السلامة.